12 ربيع أول عام 175 ميلاديا ولدت السيدة آمنة بنت وهب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، ولدت السيدة آمنة بنت وهب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عن نفسها: خرج مني نور أضاءت له قصور الشام. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من السيدة آمنة نور أضاءت له قصور بلاد الشام. ومن أيضا علامات أن النبي صلى الله عليه وسلم له شأن، سيكون له شأن عظيم، أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم سقطت 14 شرفة من شرفات قصر كسرى. وكسرى كما نعلم هو عظيم الفرس، وكانت الفرس والروم هم أكبر دولتان في العالم في هذا الوقت. فلما يعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم سقطت 14 شرفة، يعني نافذة من شرفات قصر كسرى، وهذا يدل على أن ملك النبي صلى الله عليه وسلم ودين النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن عظيم وسيغلب كسرى وقيصر. ولما ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم انخمدت نار المجوس، والمجوس كما نعلم هي ديانة لقوم يعبدون النار، كانت لهم نار عظيمة لا تطفأ أبدا وكانوا يعبدونها. فلما ولد صلى الله عليه وسلم انخمدت هذه النار وانطفأت، أرسل الله عز وجل عليها ريحا فانطفأت تماما. وهذا إن دل فإنما يدل على أن دين الإسلام سيظهر على الدين كله ولو كره المشركون. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وذهبت السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها، وكانت في قرية بجوار مكة، وكانت هي وكل نساء هذه القرية يذهبون في الصيف إلى مكة يلتمسون الأطفال الصغار ليرضعوهم ويأخذوا على ذلك أجرا من المال. وكانت السيدة حليمة تعيش في قرية فقيرة، كان عندها ولد صغير وزوجها، ولم تكن تجد ما تطعم به زوجها ولا طفلها. فذهبت إلى مكة وهي المدينة الكبيرة صاحبة الغنى والثراء، لتذهب لتلتمس طفلا صغيرا لترضعه. وذهب معها جميع نساء أهل القرية، وكانوا يتسابقون حتى يصلوا إلى بيوت الثراء والغنى. فوصلت هي آخر من وصل إلى مكة، كلما تطرق بابا تجد أنه قد سبقتها إحدى جاراتها إلى هذا البيت، فلم تجد إلا بيت آمنة بنت وهب، ولم تجد إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لترضعه. فأخذته وقالت: لعل الله عز وجل يبارك لي فيه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما أرضعته وجدت الخير قد ملأ بيتها. كان عندها شاة ضعيفة نحيلة لا تجد بها لبنا لتسقي به زوجها وتسقي به طفلها، ولكن لما أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم امتلأت البركة في بيتها، فوجدت هذه الشاة مليئة باللبن، فشربت وشرب زوجها وطفلها وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وصار بيتها بيت غنى وثراء، حتى تعجب كل أهل هذه القرية مما حصل إلى السيدة حليمة السعدية من الخير والبركة التي حلت عليها بعدما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم لترضعه. الحلقة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن كيف حصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب ليعيش في بيت السيدة حليمة رضي الله عنها. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا. كفت التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد.